يعطيك العافيه. كيفك؟ صباح الخير لكم. نحن بنشكركم، وهيدي طبعا الفقره المحببه على قلب هبه، بتحبها كثير. بس اليوم اخذينا على برودواي، صحيح؟ فسر لنا اكثر ليش اسمها برودواي جاز. برودواي جاز لانه هي بتدخل ضمن البرودواي دانس. نعم. والبرودواي دانس بيشمل عده انواع من الرقص، يلي هو تاب دانس، برودواي جاز، بالي جاز، وكلهم بنشوفهم بعروض البرودواي يلي هو نوع من الفن او الرقص المسرحي. صحيح. فهيدا اللي بلش، اكيد بلش بنيويورك، وبعده مسرحه قائم بنيويورك طبعا. اكيد من اهم، هو طموح كل الفنانين، من اهم لانه مسرح غنائي وراقص. صحيح. خطواتها على شو بتعتمد؟ هل هي صعبه او سهله التعلم؟ هلا اكيد بده يكون في خلفيه رقص، وبنحب نقول انه بلشت البرودواي جاز والحركات هي من حركات طبيعيه. نعم. يعني مثلا نشيل القبعه ونحط القبعه بايدين، بنقرب بنرجع، هدول الحركات الطبيعيه اكيد اساسها هي الجاز، دخلوا ضمن البرودواي جاز. واليوم كأنه كما بدي اقول لك انه كانه فيها مزج بين الشرق الامريكي يلي هو نيويورك والجنوب الامريكي، مطرح ما خلق الجاز. مزبوط. اللي هو نيو اورليانز بلويزيانا. واليوم توني حبينا هيك نقدم لكم بطريقه شوي مختلفه ومهضومه، رح نرقص على غنيه كلمه حلوه للفنانه كارول عون. هالاغنيه هي تتاكد انه حلقتنا انترناشونال. نعم. هالاغنيه هي تاليف والحان مالك اليمن وتوزيع حسام عوض. اكيد المؤلف مالك عطانا الحق انه نستعمل هالاغنيه، فحبينا نقدم لكم شيء كثير مهضوم لانه اكيد رح يكون في عنا صار حتى بلبنان برودواي جاز بالعربي. هلا المشاهد على التلفزيون او عبر وسائل التواصل الاجتماعي اذا ما كرر هالفيديو، فيديو البرودواي جاز اليوم معكم، ممكن يتعلمها بسهوله؟ اكيد منا صعبه يعني. لا اكيد بيرجع بيعود بيعيدوا نفس الحركات وبيتبعونا، فبيقدروا يحفظوا الحركات الاساسيه اللي نحن عملناها ضمن كوريغرافي اكيد من تصميمي وبحضور الصبايا كريستي، جينيفر وماري جوزيه. كثير حلو، اهلا وسهلا فيكم، وخلينا نبدا. يلا رح نبلش اول خطوه يلي هي ننزل شوي اجرينا لتحت. اوكي سهل الخطوه، نرجع بدنا نحط ايدنا على القبعه. اوكي بدنا نعمل نفتح اجر اليمين، نعلي مع القبعه، ثاني اجر يمين شمال يمين شمال. هلا بنحط القبعه هون، بنبرم بنرجع بنحطها على راسنا. هلا بنقرب بفشختين لقدام، فشختين لورا لورا، نرجع بنعمل سلايد، بنعيد نفس الحركه كمان، يمين شمال يمين شمال يمين شمال، نروح على رؤوس اصابعنا وبنحط الشابو على راسنا، بنرجع نمشي خطوتين لقدام خطوتين لورا، نفتح نفتح. وهلا رح نبرم بروفيل، رح نعمل كيك مع ايدي، بنزل وبسحب بصير ارجع لعندكم. هلا رح نعمل الخطوه بالاجرين اول شيء تشوفوها انه سهله، شمال يمين، عم بقرب لقدام يرجع. هلا رح استعمل القبعه بنفس الوقت، اوكي يعني 1 2 3 4، مرة على راسي مرة هون، وكمان ببرم فيها برجع بحط الشابو وبعيدها مرتين. هيدي كيك كيك كيك، بنعيدها 1 2 3 4 5 6 7 8، ببرم هون. اوكي هون رح نكون واقفين شوي صغيرة، رح نعمل حركة الاجرين يلي هي هون قدام ورا قدام، عم ببرم نص برمه. اوكي رح نعملها مع الشابو. اوكي نعلي القبعه بنوطيها، نعلي القبعه نوطيها. وهلا بنصير وجهنا لكم، رح نعمل بخصره زيح يمين شمال وببرم، يرجع شمال يمين وببرم، وبنعيد نفس الحركه اللي هي هيدي. عم نستعمل كثير الاكسسوار اذا ملاحظين، تقريبا ثلاث ارباع الوقت بالشابو. اكيد بوبا يعني بنحني لكم. شكرا لكم. طيب جاهزين للرقص الفعلي؟ باخر بارتي رح نرجع نعيد الاولى، هي ذاتها هيدي، هيدي هي الكوريغرافي كامله.
إذا بتحبوا كثير منيح. يلا فأزن على غنية كلمة حلوة للمطربة كارول هون، رح نرقص برودواي جاز، تفضلوا. شكرا لكم، هاي كلمة حلوة منه، شكرا لكم. شكرا لكم. توني الآن سننتقل إلى تقرير آخر، نبقى في أجواء الفن.